هنا بنتكلم على فرص عمل، استثمارات محلية وأجنبية بتقدر بكام، اشتغلنا عليها، سوقنا وروجنا للمنطقة دي، وحضرتك بتتكلم على حاجات صناعية وحاجات خدمية ومواني، فبتكلم برضو على أنه الناس برة تبقى عارفة وأكون بتكلم معهم أو مسوق نفسي. آه طبعا، هو أنا عايز أقول لساتر بالنسبة للبند الخاص بموضوع فرص العمل، فإحنا عندنا محورين. محور فرص عمل تم تدبيرها فعلا تمام من خلال فرص عمل مباشره، الناس اللي شغاله دلوقتي في البشريه، اللي هي شغاله دلوقتي كل المشروعات دي يا فندم شغاله بالاف العماله على اكتاف مصريين بنسبه 100%، كلها كانت طاقات معطله، بقت بيوت مفتوحه، وبقى شباب بدا يدخل دخل، وبقى وقته كله مستنفذ في عمله. الاف كتيبة عمل بتعبر يوميا بوسائل العبور المختلفة بين شرق وغرب المحافظة وعلى طول المحور لإنجاز هذا الشكل الرائع من التنمية الشاملة اللي موجودة على مستوى المحور وخصوصا على أرض الإسماعيلية. أنا بتكلم بقى إن إحنا كل ده وإحنا بنجهز البنية التحتية وبنأسس المناخ اللي هو بتاع الفرص الواعدة فعلا اللي احنا بنتكلم بتمهدوا الارض في المخطط اللي موجود. المخطط اللي عرض على السيادة الرئيس المخطط احنا بنخطط حتى 1,000,000 فرصة عمل في هذه المنطقة. طبعا 1,000,000 دول مش بتوع ابناء ما ثلاث محافظات، احنا محافظات مش كثيفة السكان، محافظات عندنا ميزة ان سكاننا نسبيا معتدلة النسبة بالنسبة، يبقى اذا احنا بنستهدف كل ما هو موجود في ابناء الوادي وابناء الوطن المقدسين جوه الوادي. ان شاء الله املهم القادم هيبقى في اتجاهنا وفي اتجاه سيناء تحديدا وفي اتجاه كل هذه المشروعات. المشروعات دي يا فندم لما نتكلم على 4 مناطق صناعية فيها مناطق ضخمة ومشروعات عملاقة، كل دي الاشتراطات الأساسية في التعامل مع من يتقدم بمذكرات تفاهم أن تكون العمالة مصرية. يبقى إذن إحنا بنأسس دلوقتي لفرص العمل. قضية الواحدة اللي فاضلة هي هل إحنا شبابنا حاليا بيعد نفسه وبيؤهل أنه يبقى لائق لسوق العمل؟